وصف عمرو موسى في مذكراته مشهد هزيمة الجيش المصري في حرب 67 كما لم يصفها مصري من قبل. كان يشعر بأن الدنيا بأسرها في مأتم على انكسار أم الدنيا، والشارع المصري يفور من الغضب. كان حزيناً وكان غاضباً في ذلك اليوم. أنا كنت وقتها دبلوماسي شاب في مكتب وزير الخارجية المصري، ومن ثم كان أمامي مصادر معلومات كثيرة والإذاعات الأجنبية بتقول إيه. طبعاً كنت بسمع الإذاعة المصرية وإذاعة صوت العرب كانت تقول شيئاً والدنيا بتقول حاجة تانية. فإنما كل ده اتضح حوالي الساعة 9 صباحاً بدري، فهمت الوضع هو إيه، وأصبحنا أنا وكثيرين كثيرين جدا زي في غاية الغضب، مش بس الأسى أو الزعل إنما الغضب. إزاي نعرض بلدنا لهذا؟ إزاي نعرض مصر العظيمة دي لمثل هذه الهزيمة؟ إزاي ولماذا؟ عشان إيه؟ وهل الشعب كان فاهم التطور ان احنا ماشيين في سكه معينه قد تنتهي الى ما انتهينا اليه؟ كان شيء مؤسف، وده لابد نتكلم فيه بصراحه ونقول هذا الكلام ده بصراحه. ما يمكنش تعريض العالم العربي، الوطن العربي، الدول العربيه لمثل هذه المغامرات، ولا يصح. وده مساله يعني لا اعتقد اني انا او غيري من هذا الجيل وما بعدنا يمكن ان يتسامح فيما حدث، ولا يصح أن يتسامح فيما حدث في 5 يونيو 67. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. مشهد تنحي الرئيس جمال عبد الناصر، هل كان مشهدا حقيقيا؟ بمعنى هناك البعض يقول بأن حتى الجماهير التي خرجت في الشوارع كانت مدفوعة أو كانت موجهة، خصوصا طلاب المدارس الذين خرجوا، طلاب الجامعات. هل كان ذلك المشهد مشهدا حقيقيا أم مشهد صناعة؟ شوف، جوهره كان حقيقيا، اللي هو عايز يتنحى لأنه مصيبة كبيرة اللي حصلت، وما يمكنش الأمور تستمر عادية وكأن شيئا لم يكن. فكان ضروري أنه يتخذ خطوة من هذا النوع. أني أتهمه بأنها كانت كلها اصطناعية وتمثيلية، لا، أنا يعني لا أريد أن أتعرض لهذا الموضوع من هذه الزاوية. وأعتقد أنه كان شاعرا بالخطأ الكبير اللي ارتكبه، ولابد أنه يتنحى. رد الفعل بقى هو الأغاني البلدي اللي حصلت، وكان الأغاني طريفة جدا في موضوع التنحي، ويترجم ربما تسهيلا للأمور في ما غناها عبد الحليم حافظ، اللي شبكنا يخلصنا، مش تشبكنا وتجري، لا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا. ما خلصناش طبعا، وانا رايي ان احنا الى هذه اللحظه ما زلنا في جراير اللي حصل ده. الى هذه اللحظه طبعا.